محمود سيد ولكن طول فيها شويه يا كريم. ادي اللمسه للامام، انطلاق احمد امين، اوف انفراد، انفراد خطيره 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 خطيره، جول 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 جول، يسجل احمد امين اوف الخطفه الاولى، المرتده الاولى، السرعات والسباق السرعه، يسبق احمد امين اوف، يسبق الكل ويسجل الكره بالقدم اليمنى على يسار حارس المرمى عشان يفتح باب التسجيل، يفتتح باب التسجيل، يسجل احمد امين. ادي الكوره فوق الجميع، راسيه، عدت الكوره، ابعاد من كالوشه، لمسه لمسه حلوه، كوره تسديده خطيره خطيره خطيره، التعادل التعادل يا كريم يا بامبو على الطاير بالقدم اليمنى، صاروخ يسجل الهدف الاول، 1-1 ومباراه رائعه الحقيقه، عوده من بعيد، عرضيه بالورقه والقلم، وعلى طول بالقدم اليمنى، بوم، كريم بامبو يسجل الهدف الاول، ويا قعود كان ممكن نقول الهدف الثاني للبنك الاهلي. ادي الكره للامام، انطلاقه من احمد امين، اوفا مع الكوره، يحاول يا ولد يا ولد، رائع مميز هايل، كوره من الناحيه اليمنى، كابو مع الكوره، دي خطيره دي خطيره دي خطيره، عدت راحت، وصلت لخط الدفاع، لسه الخطوره، مروان مروان لسه الخطوره، يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله الله، الهدف الثاني لامبي، مروان داوود، يا رايق يا عقلك يا جمالك يا هدوءك يا فينيشك الرائع، يا جمالك يا جمالك يا مروان، يا جمالك يا جمال، ومحاوله جديده لكن شديد، يعمل ابعاد مره ثانيه، الشيبي خطيره جدا جدا، لكن اصرار غريب عجيب، وجول جول 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 جول، البديل في الثانية الأخيرة، جول دراماتيكي، دودو الجباس، دودو الجباس بعد الإصرار، تسديدة، وهي التسديدات هي الحلويات، هي كلمة السر في الثانية الأخيرة وفي الدقيقة الأخيرة. من الحضور في ملعب الإسكندرية، العب يا درويش، كرة مرة تانية للأمام، الشامي عدى وفات المرة دي في مكان خطير في مكان خطير، وادي كرة وجول جول 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 جول، افتتح الحكاية افتتح الحكاية وافتتح القصة أحمد مدبولي، بس بص شوف مين اللي أخرج ومين اللي فكر ومين اللي أسعد، آدي الفرحة وآدي السعادة وآدي الشامي اللي عدى وفات. من جانب سموحة، بركات يلحق الهاني سليمان، احمد حكم، ضغط خطير جدا، وجول جول 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 جول، الاخطاء الاخطاء، وعبد الرحمن في الدقيقة 38 بيحط تاني الاجوان وبيهشك الدراويش كمان وكمان وكمان، اللعب والضغط والاسترخاء اللي كان بيحضر بيه فريق سموحة، اخطأ سموحة حكم، كان يقدر يتعادل او يقدر يتقدم، لكن خلينا نشوف الشامي، ادي الشامي الشامي الشامي، وثالث الاجوان، ثلاثيه ثلاثيه قويه جدا جدا، صنع الاول وسجل الثالث، محمد الشامي، مش بقول لحضراتكم وحوي يا وحوي، ورمضان كريم على الاسماعيلي وعلى الدراويش بثلاث اهداف لم تحدث. تقدم اصدقائي على سموحة في أول 45 دقيقة بثلاثية نظيفة، لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، مطر 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 إجوان، ومالك بعيو بيقلص الفارق في الدقيقة 41. رجعت الكرة مرة تاني، بازوكا تدخل قوي يا ساتر، ولكن الحكم مشاها، دي واحدة طويلة، تشارلز جوه المنطقة، تشارلز يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، هدف محلاوي بذكريات المشائي وعماشة وخالد عيد وإكرامي والشورى، يا سلام يا تشارلز، يا سلام يا سلام على الكرة اللي ما نزلتش الأرض، يا سلام على الكرة اللي ما نزلتش الأرض، تشارلز بره، وقع على الأرض، مايوب خبط في القايم، طبعا هيقع هيقع عشان زي ما قلت لحضراتكم كسر رتم، قوم يا مايوب، الكرة مع جبريل 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 من ناحية الشمال، خطيرة خطيرة محلوية، الثاني 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 الثاني، يا حازم يا حازم، حازم هو الحاسم، حازم يسجل ثاني الأهداف، اثنين المحلة اثنين للمحلة اثنين للمحلة، يشعل حماس الجمهور في كل حتة في كل حتة، ده الغربية بتفرح بقى النهارده، حازم مرسي يضع الكرة في شباك المدينة. علي ماهر واجه كابتن علاء عبد العال 8 مرات زي ما قلت. خلينا نشوف البنوبي يلعبها، جميلة جدا، كيان بدي ينفرد، مش ممكن، جول جول جول
البانوبي يسجل اول الاهداف بعد هجمة مرتدة وصاروخ اوغندي قادم من كامبالا رأسا من ألان كيامبدي يطلق صاروخ العرضة تنوب عن جنش في حراسة مرمى فيوتشر، لكن في النهاية جاءت المتابعة. سريعا الى التشكيلة الكاملة، نبدأ بتشكيلة الكابتن حسام حسن اللي اختارها للنادي المصري في هذا اللقاء. عصام ثروت في المرمى، اربع لاعبين في الدفاع، احمد عماد ناحية اليمين رقم 25، اول مرور مش ممكن، من اول لمسة من اول طلقة هدف بالخطأ في مرمى، لكن المرور والبنتريشن والاختراق والتوغل. ولد خلصها حلو قوي ناحية الشمال لمصطفى شلبي، ناحية الشمال وبيمينه يمشي مصطفى ويخترق وعرضية ناصر ينصر الزمالك ويسجل الثاني في الدقيقة 21، ثاني أهداف المباراة بعد اختراق رائع ومشوار وهدية من مصطفى شلبي، مشي وانطلق واخترق. بدأ في الداخلية، انتقل إلى بيراميدز، أعير إلى طلاع الجيش، ادي جريندو ينفرد وسريعا جريندو يعيد المصري للمباراه بهدف بعد انفراد بمحمد صبحي، ولا يخطئ امام صبحي ويشعل الفرحه في المدرجات البورسعيديه. بقول لحضراتكم ادي سعفان وادي الجاز من ناحيه الشمال وبيمينه عليو، والتعادل بورسعيدي المدافع الهداف لسه كنت بتكلم عليه ولسه كنت بقول في الشوط الاول كان احد هدافي النادي المصري قبل الاصابه، اصيب اصابه طويله زيزو طالت منه الكره وطلعت بره، لكن تعود من جديد اماميه للنادي المصري، انطلاقه في منتهى الخطوره جوه منطقه الجزاء خطيره جدا عبده يحيى يدخل كبديل وينجح في التسجيل ويعود المصري بالفعل، يعود من بعيد بعد ما تأخر 2-0، ريمونتادا بورسعيدية قوية جدا بعد ما تأخر في النتيجة 2-0، لكن يعود المصري بقوة ويسجل ثلاثية يقلب بيها تأخره. على قبول كولر البداية بنفس التشكيلة، ودي كرة جول في الدقيقة الأولى، في الدقيقة الأولى محمد مجدي قفشة، الوالد حضر وقفشة ظهر، والأهلي دايماً بمن حضر. في أول دقيقة محمد مجدي قفشة تسديدة قوية جداً، كان فين هواك يا حبيبي من بدري، كان فين محمد مجدي قفشة في الدقيقة 46 يطلق تسديدة نارية، تسديدة لا تصد. داخل عمرو السولية وبيجيب جول بيسجل السولية في أول دقيقة بلس 90، هي حاجاته وهي